قطوة حطها له بالأرض شيلها من الأرض. كلمة قبطي لا تقال على نصارى نصارى غير نصارى مصر. تمام. ليه؟ لأن أصل كلمة تقريبا أصل يعني قبطي يعني أصيل. لا لا أصيل ومصر. بس استنى يا شيخ أحمد، روح شوف القبطية. القبطية مش ديانة. القبطيم ابن مصرائيل ابن سام ابن نوح سكن منس اللي هي المنوفية، أول مدينة تأسست بعد الطوفان كما ذكر السيوطي، وأنت طلعتها من على النت في كتاب الوسائل في معرفة الأوائل. ومعجم البلدان لياقوت الحموي قال أخوه قبطيم سكن قسط من أعمال قناع. كويس. فأنا حتى كان الجسيس العمانويل الغريب مرة قاعدين قلت له طب اشمعنى ما نقولوش على نصارى لبنان ولا نصارى أي بلد تانية أخبار؟ اتحب فلافل اثنين وسنترين سندويش كل صحن. مش النصرانية، النصرانية غير والقبطية كويس. فلما تقول لي ماريا القبطية، ماريا من بلد اللي نفس منها أم إسماعيل، هاجر أم إسماعيل اسمها حفن، وقد ذكر ده لو جبت معجم أو بنتين كلمة حفن دلوقتي حيث الله. أيوة. كانت من أعلى مولانا عائلات مصر. حجازي تفضل. كانت من أعلى عائلات مصر. نحط له طاولة، نجيب له طاولة. لكن المصريين يتوددون للأنبياء دكتور، ولذلك لما بسم الله للكل مو بس انت، بسم الله انتوا علماء. قال الخليل قال ليش دخلتوا علي التنيه دي؟ قالوا له زوجة نبي. قال له ليش تكون اختي؟ لا والله كلام حلو. هاك حجي سعيد انت لك هذا، اعطي الرفاعي وتعال. فقال لم يكذب ابراهيم في ثلاث، انه قال عن سارة سيد سيد عندك كويس، وهو خذيت تعمل المعاصي اخذ يعني اختي في الدين. سيدي سعيد خادم القوم سيدهم، اعطي سحلول الرفوعي عشان كبار السن. ماريا اختها سيرين. لا سحلول اكبر، سحلول بالسن. سيرين تزوجها حسان بن ثابت. لا والله مولانا هو اختلاف امتي رحمه، وصلى الله على سيدنا. بس وصلى الله على سيدنا عشان